نام يا خوخه نام. نام يا خوخه. ابو الهاله تعالي والنبي، انا عايزه اقدم لك شكوى. مراتب السرير الهوا اللي جوه دي قطمت لي ظهري انا والواد. المراتب دي لازم تتغير وتبقى قطن، القطن احلى. خدي لك موزه بقى. لا يا حبيبتي، لا هاكلي القرود بس اللي معاكي. طب بالراحه. ايه القرد ده؟ يما شكله يخوف بشكل. يا شاكر اهدى. ليه لازم الجميع مكانه لا يتحرك احد؟ أيوة. تبا هل انت مجنون؟ أيوة. انت حركت في ستكون في ورطه كبيره. ايوه اياك ان تتحرك، افعل كما يقول لك. اقفش عليه اقفش عليه. حطيتيني اسمك ايه؟ ايوه هلولا. انا بجد مش عارفه اشكرك على ذوقك ولا جمالك ولا اكلك. بس هو في حاجه غريبه. ايه؟ وانت ليه بتحطي المعجون في التلاجه؟ معجون ايه؟ استني اهو. يا نهار اسود، ده سيمون في ميه. ايوه يا اختي عارفاه على فكره، ده بتاع اللثه الحساسه وتبييض السنان. بس على فكره بقى البتاع ده طعمه حلو. بيتكرم كرم. ايه اللي خلاكي تقولي لهم اهلا وسهلا ونورتوا؟ انت غلطانه، دول فضلوا يتسرسبوا واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه لحد ما بيتي اتقلب جمعيه عموميه. يلا معلش بكره تتعودي، انا هدخل ارتاح شويه. وانت يا حبيبتي شكلك مخضوضه. لا ابتسمي وتفائلي، بلاش الجو ده. تزعليش يا قمر والنبي. قمر